السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني احلى اخوات في الدنيا كلها. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ولا من وقفتكم جنبي ولا من الكومنتات الجميلة اللي دايما بتكتبوها لي وبتشجعني وبتديني دفعة للامام. ربنا يجازيكم كل خير يا حبايبي. احب ارحب باخواتي من داخل مصر وتشمل جميع محافظات مصر، واحب ارحب باخواتي من الدول العربية، لبنان وبيروت وتونس والجزائر والمغرب وفلسطين والعراق وسوريا والكويت والسعودية والصومال والسودان وأي دولة عربية بتتابعني على عيني وعلى راسي. وأحب أرحب بالدول الأجنبية، أمريكا وفرنسا وباريس وألمانيا وأسبانيا والبرازيل وبلجيكا ونيويورك وأي دولة أوروبية بتتابعني على عيني وعلى راسي. أي أخ أي أخت بيتابعوني في العالم كله على عيني وعلى راسي، ربنا يجازيكم كل خير يا حبايب قلبي. اهم حاجه ما تنسينيش في اللايك يا حبايبي، البصمه، ربنا يجازيكوا كل خير. واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك فضلا وليس امرا، ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد من قناه يوميات ام نيلي. بحبكم احلى اخوات في الدنيا كلها، ويا ريت ما تتخطوش الاعلام بالله عليكم يا حبايب قلبي، ما تتخطوش الاعلام بالله عليكم، ربنا يجازيكوا كل خير. النهارده هنعمل وصفه حلوه خالص وجميله، المكرونه البشاميل. هندخل في المقادير على طول وبعدين نشوف طريقه التحضير. اول حاجه معانا نص كيلو لحمه مفرومه، معانا بصلتين كبار مقطعينهم، معانا قرنين فلفل رومي او ثلاثة مقطعينهم، معانا كيسين لبن، لبن حليب، لبن كياس، لبن ازاز اللي متوفر عندك ومتواجد، معانا مرق الدجاج، معانا دقيق عشان نعمل البشاميل اللي بنعمله العادي اللي كل ست في الدنيا بتعمله، مش هنعمل الخلطة الجاهزة، معانا جبنة رومي موتزاريلا اسفة، ومعانا كيسين مكرونة قلم، ومعانا توم مفروم. مقادير تانية يا حبايب قلبي، لحمة مفرومة، بصل، فلفل رومي، دقيق، جبنه موتزاريلا وجبنه رومي، مكرونه قلم، لبن، مرق الدجاج، توم مفروم. دلوقتي هنقوم نسلق المكرونه ونعصج اللحمه، وبعد كده نشوف هنعمل مع بعض ايه يا حبايبي خطوه بخطوه، وبعدين نعمل البشاميل مع بعض. كل حاجه نمشي مع بعض خطوه بخطوه يا حبايب قلبي. ورجعت لكم يا حبايب قلبي، وحطينا ميه تغلي وحطينا فيها زيت وملح، واول ما غليت نزلنا بكيسين المكرونه بتوعنا زي ما حضراتكم شايفين وقلبناهم، واول ما يتسلقوا هنصفيهم يا حبايبي. وبعد دلوقتي هنعصج اللحمه مع بعض. ورجعت لكم يا حبايب قلبي، وحطينا حله على النار، هننزل بالماده الدهنيه بتاعتنا، زيت، سمنه، زبده المتوفر، وهننزل باللحمه. اول حاجه اللحمه بتاعتنا، هي دي طريقتي في تعصيج اللحمه، هنزل بيها اهي زي ما حضراتكم شايفين يا حبايبي. لما خلصت شايفين هغسل اللحمة كويس، هي تعمل بالدهون بس عادي يعني، هنديها تشويحة الأول كلها وبعدين ننزل للحاجات التانية. حضراتكم شايفين يا حبايبي، هبدأ تشويحة وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو يا حبايبي. رجعت لكم يا حبايب قلبي، وادي اللحمة اديناها تشويحة اهي. هننزل بالبصل اول حاجة معانا، هنقلب زي ما حضراتكم شايفين كده، بعد كده هنعمل فحرة في النص وهننزل بفص الثوم كده، نزلنا بالثوم يا حبايبي، فص ثوم فصين ثوم على حسب الرغبة، عامة الثوم مفيد جدا في الأكل هو والبصل، ثوم فوائد كتير. هنقلب كويس زي ما حضراتكم شايفين كده الثوم والبصل اهو، وبعد كده هننزل بالفلفل الرومي اللي مقطعينه اهو، ونقلب، وهنحط لها بقى الملح والتوابل بتاعتها، هنحط ملح والسبع بهارات وفلفل اسود بس، انا هكتفي بالتوابل دي مش بكتر التوابل دي بس يا حبايب قلبي. لما اجي احطهم هوريهم لكم.
ورجعت لكم يا حبايب قلبي. وادي الملح اهو نزلنا بيه، هننزل بشويه فلفل اسود والسبع بهارات بتوعنا. هننزل برشة سكر صغير زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنقلب كويس زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هتنزلي بقى بمعلقة صلصة، يا اما لو عندك طماطمتين فرومين وتحطيه. لسه هنشوف هنعمل مع بعض ايه، كل احنا ماشيين خطوه بخطوه مع بعض يا حبايبي. رجعت لكم يا حبايب قلبي، والمكرونه استوت معانا وصفيناها واحده من واحده زي ما حضراتكم شايفين اهو، بألف هنا وشفا. ودلوقتي هنعمل البشاميل مع بعض. حطينا حله على النار يا حبايبي، هننزل بالماده الدهنيه زبده وزيت، وبعد كده هنزل بالدقيق وهوريكم كل حاجه. معلش عشان بصور لوحدي بس فمش هعرف اوريكم كل حاجه لما احطها. رجعت لكم يا حبايب قلبي، وحطينا زيت وزبده اهو، هنسيحهم وننزل بالدقيق بتاعنا عشان يديله تحميصه، وبعد كده نحط اللبن. كل حاجه ماشيه مع بعض خطوه بخطوه. رجعت لكم يا حبايب قلبي، وحطينا الماده الدهنيه اهو، هننزل بالدقيق بتاعنا اهو، هنديله تحميصه كويسه. دول اربع معالق دقيق زي ما حضراتكم شايفين. هنجيب المضرب السلك شايفين كده يا حبايبي، عايزين نحمصهم كويس. نحمصهم كويس يا حبايبي زي ما حضراتكم شايفين اهو. خلاص الدقيق اتحمص معانا يا حبايبي، هنزل باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، وقلب لما يفلفلش معانا، لما يفلفلش. رجعت لكم حبايب قلبي، وادي الصلصه بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. معلقه صلصه، تحطي طماطم تضربيها، تخرطي طماطم براحتك اللي انت عايزاه. نزل بكيس الصلصه كده، او لو عندك برطمان تحطي معلقه صلصه. نقلب كيس الصلصه في اللحمه كده اهو. خلاص كده بعد كده هنعمل نكمل البشاميل. رجعت لكم يا حبايبي، وادي البشاميل بتاعنا خلاص اتعمل. هنحط التوابل، ادي الملح، وشعرة فلفل اسود، والسبع بهارات. وهنقلب زي ما حضراتكم شايفين. هننزل بورقة الدجاج زي ما حضراتكم شايفين كده يا حبايبي. نقلب ابتدى البشاميل يتقل معايا. انا حبيت النهارده اعمل لكم زي البشاميل اللي ستات مصر والعالم كلها بتعمله. نشوح الدقيق في الزبده، وبعد كده نحط اللبن. وفي ناس بتحط شوربه بس انا ما بحبش احط شوربه، بحط لبن بس ما بحطش شوربه. ودلوقتي هطعم البشاميل بتاعي بشويه جبنه رومي على جبنه موتزاريلا زي ما حضراتكم شايفين كده يا حبايبي. هنديله خمس دقايق جبنه تسيح معايا، وبعد كده هنشوف هنعمل مع بعض ايه. حضراتكم شايفين
لسه لما الجبنه تسيح 5 دقايق وهنطفي عليه. وخلصنا يا حبايبي اهو البشاميل بتاعنا، الصوص بتاعنا تقل اهو زي ما حضراتكم شايفين، والجبنه ساحت، الموتزاريلا بتمط اهي بقى الفحم هنشوفه دلوقتي، هنشوف هنعمل مع بعض ايه خطوه بخطوه. ورجعت لكم يا حبايب قلبي، وادي المكرونه بتاعنا حطينا عليها معلقتين بشاميل وقلبناها زي ما حضراتكم شايفين. ورجعت لكم يا حبايب قلبي، وادي الصينيه بتاعتنا دهناها بالبشاميل، هننزل بنص المكرونه زي ما حضراتكم شايفين كده، ننزل بنص المكرونه بتاعتنا ونسيب نصها، هنعملها كده نفردها في الصينيه كلها بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هنزل باللحمه المفرومه زي ما حضراتكم شايفين كده كده يا حبايبي كده كده، ننزل باللحمه المفرومه نوسطها في الصينيه كلها زي ما حضراتكم شايفين. هو يا دوبك نص كيلو على قد الصينيه بتاعه المكرونه البشاميل يا دوبك. وانا بجيب اللحمه وبحط النصاص في الفريزر بكيسها زي ما حضراتكم شفتوا كده اهي اهي زي ما حضراتكم شفتوا يا حبايبي. وزعنا اللحمه كلها على الصينيه بتاعتنا زي ما حضراتكم شفتوا. وبعد كده هنزل بنص المكرونه الثانيه اهي، هنزل بنص المكرونه اوصلها برده كده على الصينيه كلها زي ما حضراتكم شايفين اهي. هوزع المكرونه كلها على الصينيه بتاعتي اهي زي ما حضراتكم شايفين يا حبايبي اهي. ألف هنا وشفا الكل اللي يمشي على المقادير والخطوات بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين يا حبايب قلبي اهو. بواسطة الصينية بتاعتي بوزع المكرونة على جميعها، الأنحاء بتاعتها والجناب وكله اهي اهو زي ما حضراتكم شفتوا. هعملها كده نهزها خلاص كده اتعملت. هنزل بقى بباقي صوص البشاميل بتاعنا، في ناس بتحط على البشاميل بيض، انا ما بحبش احط بيض، ما بحبش الزفاره، هنزل بصوص البشاميل زي ما حضراتكم شايفين كده زي ما حضراتكم شايفين. هوزع الصوص كله، وبعد كده في الاخر لما ادخلها الفرن هطلعها بعدها بشويه واحط جبنه موتزاريلا وجبنه رومي ادام متوفر عندي احط على طول ما اتاخرش، لكن ادام مش عندي خلاص مش هعرف احط، لكن هو متوفر عندي النهارده الحمد لله، في جبنه رومي وفي جبنه موتزاريلا، فهحط على وش الصينيه بس مش دلوقتي، لما ادخلها تاخد وش من تحت وبعدين كده اشيلها هحط الجبنه الرومي والجبنه الموتزاريلا يا حبايب قلبي. يا رب طريقتي تكون في البشاميل عجبتكم، وهنشوف هنعمل مع بعض ايه. هدخلها الفرن دلوقتي، طبعا بتكوني مولعه الفرن على درجه حراره 170 وسايباه يسخن، بعد كده بتدخليه المكرونه في الفرن. رجعت لكم يا حبايب قلبي، ودي شكل المكرونه بعد ما حطيناها في الفرن خدت وش. هنزل دلوقتي بالجبنه الرومي والموتزاريلا على وش الصينيه وهوريها لكم، بعد كده هدخلها الفرن تاني. ورجعت لكم يا حبايب قلبي، وادي منظر الصينيه بتاعتنا بعد ما حطينا الجبنه الرومي والموتزاريلا عليها، بألف هنا وشفا لكل اللي ياكلها ويمشي على الوصفه والمقادير بتاعتي، وهحطها في الفرن وفي الاخر هوريكم الشكل النهائي بتاعها يا حبايب قلبي. ورجعت لكم يا حبايب قلبي، ودي شكل المكرونه البشاميل بتاعتنا بعد ما استوت وخرجت من الفرن بعد ما حطينا لها الجبنه الرومي والموتزاريلا. على فكره الصوره ظلماها، الريحه ما اقولكوش عليها، والطعم خطير وحكايه، بألف هنا وشفا لكل اللي يمشي على الخطوات والمقادير بتاعتي يا حبايب قلبي. على فكره الصوره ظلماها جدا، الاضاءه ضعيفه زي ما حضراتكم شايفين، بألف هنا وشفا لكل اللي يمشي على الخطوات بتاعتي والمقادير. بحبكم يا احلى خط في الدنيا كلها،
اهم حاجه ما تنسونيش في اللايك البصمه، ربنا يجازيكم كل خير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا، ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد من قناه يوميات ام نيل. بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها، ويا ريت ما تتخطوش الاعلان، بالله عليكم بالله عليكم ما تتخطوش الاعلان، وهتوحشوني للفيديو اللي جاي يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.